نظرة في الأنبياء وفي معجزاتهم قطع العقل بأن هؤلاء على صدق، يجزم بصدقهم. فإذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا الناس بطاعة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس يعبدون أي يعرفون، لأن الطاعة على قسمين، طاعة باطنة وهي طاعة المعرفة والإيمان والإذعان لهذه لله سبحانه وتعالى، وطاعة الظاهر. طاعة الظاهر مترتبة على طاعة الباطن، وطاعة الباطن إما أن تكون باجتهاد أو بتقليد. المقصود هنا طاعة الاجتهاد، أي أن الإنسان يبرهن على عقيدته، كل مسألة في عقيدته يقيم عليها الحجج أن هذه حق، فهذا مجتهد، وهذا أطاع الله سبحانه وتعالى من جهة المعارف أو العلم والإيمان، ثم أطاع بطاعة الظاهر. وطاعة الباطن مقدمة على طاعة الظاهر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن كثيرا من الناس يطيعون طاعة الظاهر، لكن طاعة الباطن عندهم فاسدة، كالنصارى كاليهود كالمجوس وغيرهم. كثير من الناس يصلي يصوم يزكي، لكن يقول الله له ولد، أو بعضهم يقول أن الله معه شريك، أن الله سبحانه وتعالى عنده نقص، عنده